دينا الباسبورات ما عطاوناش البي بي غير تاشيره والبي ما كايناش. قال لك نهار ثلاث تكونوا لنا مع ديك الجوج ونص ثلاثه تكونوا في المطار. من 11 وحنا هنا لا ماكله لا شرب ودابا ولادي مشاو وانا بقيتها ضايعه هنا. المسؤول ديالهم اللي في العماله تسناو انا غنعطيكم انا غندير لكم انا غنفعل لكم. دابا الفول مشى ومتى واحد ما كيعطيش اخبار. وحاليا كنسمعوا شي هضره ماشي شي واحد اللي مرسمي شي واحد اللي مسؤول كنسمع مع دايبا توكس راه حتى الخميس مع دمن ما كاين حتى شي وثيقه اللي كتفاطينا نهار الخميس غنمشي. انا بقيت ضحيه دابا وما عارف فين نمشي ما عارف فين نمشي دابا بقيت ضحيه. اخويا وقع اللي وقع عندنا هو الناس غوتوا لينا في العماله نهار الحد قال لك اجيو خذوا الباسبورات ديال الوالدين ديالكم اللي غادي للحج. ملي مشينا خدينا الباسبورات ما عطاوناش البي بي غير التاشيره والبي ما كايناش. قال لك نهار ثلاث تكونوا لنا مع ديك الجوج ونص ثلاثه تكونوا في المطار. جينا للمطار بقينا كنتسناو من الجوج ونص بنادم الناس كبار وداك الشيء كيتسناو ويتسناو ويتسناو البي غادي يجيبها لكم السيد اللي خدام في العماله. السيد اللي في العماله ما جا حتى لستة بلا ما نقولوا الاسم ديالو. نعم جا حتى لستة ما من اللي جا ديال بن سليمان هذه ديال العماله هذا الحج مؤطر ديال وزاره الاوقاف. من اللي جا السيد اللي مكلف بالناس ديال العماله اقليم بن سليمان اللي هما العدد ديالهم تقريبا شي 177 واحد اللي كاينه ادخل لداخل ما بقاش خرج. ملي كنسولو اشنو كاين كيخرج لنا غير داك المرشد كيقول لك اودي راه هضرت معاه في التليفون راه قال لك تسنى تسنى هي دابا ملي وصلت 9 الليل قال لك سيروا حتى النهار لو 22 جات بالخميس. الخميس ما عطانا لا بي لا حتى شي حاجه وقال لك جيو نهار الخميس وما دارش معنا حتى التوقيت جيو نهار الخميس. ما عادش غتجي نهار الخميس تجي تاني هنا للمطار ما عندك لا بي لا توقيت لا اسم لوطيل اللي غتنزل فيه لا والو كي غدير تجي معاش غتجي تقريبا عملت من سليمان 170 170 واحد اللي كاينه 170 شحال خلصتوا خلصنا فيها 6 المليون و 60 الف ريال الواحد الواحد هادو ديال الناس ديال العماله. بغينا دابا كنطالبوا غير يخرج هذاك المسؤول ديال العماله بن سليمان يخرج يهضر معنا ويفهمنا اشنو كاين ويعطينا البي ولا يقول لنا غدا جيو خذوا البي من العماله ونمشي بلاصه. هو قال لك جي حتى نهار الخميس جي هنا للمطار ونعاودوا نفس الحجه عاود ثاني جي ثاني هنا وبقات تسنى ثاني سير 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 جي. واصلا نهار الخميس هي اخر رحله اللي كاينه موجهه للديار المقدسه. انا دابا جابوني ولادي ومشاو حنا وامنوني عند المخزن. انا بقيت ضحيه دابا وما عارف فين نمشي ما عارف فين نمشي دابا بقيت ضحيه. انا جابوني ديب بكرا مخلص فلوسي باش عرفت فين نجي وجابوني ولادي تامنوني عند المخزن. طالب غير ناخذ البي ديالي ونمشي ولادي مشاو عليا انا بقيت والو امنوني عند المخزن وتدخلت ملي دخلت راه تأمنت عند المخزن ودوكا انا بقيت ضحيه. من 11 وحنا هنا لا ماكله لا شرب ودابا ولادي مشاو وانا بقيتها ضايعه هنا 66 مليون و 60 الف ريال اللي في 8 وزياده بين اجرات وبين صبري هذه ديري هذه ديري هذه. شنو قالوا؟ شنو قالوا؟ قال لك سيري حتى الخميس الخميس شنو غادي قال لك البي غادي يجيكم غتلحقوا المطار غادي يجيكم البي البي فينا هو؟ البي لما جا في بلاصتو غادي عاد يجي العروسه اش كتمشي مع اللي ما مشاش مع دهازه غادي عاد يجي مع بنتها. اش كنطلب؟ كنطلب نمشيو لذاك المقام كيما شدوا فلوس تنمشيو لذاك المقام. صافي حنا طالبين باغي نمشيو لذاك المقام واخا تكرفصنا ولا تتمحنا على وجه السيد النبي كلشي زين. حنا جينا ما جيت رفقت والدي ديالي باش غتمشي للسيد النبي مع لاشونس ديال الصباح كيقول لك يعني ثلاثه خاصكم تكونوا في المطار ديال محمد الخميس. هما اللي مشينا قلت لها السيد اللي كمسؤول غيتلقاه تبع يعطيك البي ما كاين لا بي لا والو. تسنى غدا دخل السيد دخل حتى الستة جات الستة العشية دخل ما خرجش ما هضرش مع شي واحد ما هضرش مع الحجاج. وحاليا كنسمعوا شي هضرة ماشي شي واحد اللي مرسمي شي واحد اللي مسؤول كنسمعوا مع دايبا توكس
راه حتى الخميس مع الدمن ما كاين حتى شي وثيقه اللي كتفاطيني انا الخميس غنمشيو غاتمشي الوالده ديالي. المشكل الفلوس كياخذهم خمس شهور قبل ومن كيجي الاجراءات كيبداو يديروا بنادم بحال ما عرفتش على هادشي داخل العمل خلصنا طريق البوسطه طريق البريد المغربي شو ما خصهم يمشيو الناس خصهم يمشيو الناس سبحانه ما يمكنش ترجع الناس مصباح هذه البارح بايت معاكم الناس بالبيت ديال الناس كيتبايت معاك وجايين كاين اللي كاري كاين طاكسي 500 درهم مو الطاكسي الحقيقي الوقت ما بغاش يبرد مع الوالده ديالي في عماله بسليمان هما نورمالمون كيعطيو البيي قبل بسيمانه وموا سيمانه هما قالوا لهم حتى النهار الحد كل واحد كيعيطوا لي سير المقاطعه ديالك خذ الباسبور كيمشيو كياخذوا الباسبور بلا بيي قالوا لهم تتجيو لهنايا وغادي يفرقوا عليكم كيجيو مع الجوج من الجوج وبنادم هنايا طايح ليه الطونسيون السكر حتى واحد ما كيعطيك الخبار ملي جا المسؤول ديالهم اللي في العماله سناو انا غنعطيكم انا غندير لكم انا غنفعل لكم دابا الفول مشى ومتى واحد ما كيعطيش اخبار في الاخر تيقول لهم حتى النهار الخميس الخميس شفوي يعطيهم البي ديالهم فيه التاريخ سميت لوطيل باش يضمن هاد الشيء اللي فيهم بنادم خلص رزقه 6 مليون و 60 الف ريال هذيك حطوها والوراق ما تعطيوهمش ليهم الواحد يخرج ويقول لنا شنو كاين من الاخر يا غيمشيو يا يحبسوا هاد الشيء راه مهزاله هاد الشيء راه مهزاله بنادم راه طايح هنايا راه بنادم مسخفان وما كاينش اللي كيعطيه الجواب ولا لا يلاه ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.